كان لازم انا مش انتو اللي تخافوا ويضب واضب حالي. ها لو ما كنتش عندي ثقة بنسبة 95 و96 و97%، طيب بغامر بالثلاث بالمية مش قضية. واذا الشغلة شغلت بسام جرار يا شو بسام جرار ما قداش ضايله بموت في النهاية. ماشي انا واثق من نفسي وعارف علاقتي بالله سبحانه وتعالى وخلصنا.